قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، قال إن أمامنا فرصة سانحة من أجل مواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية. وأكد شكري في كلمته خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع كوبنهاجن الوزاري حول تغير المناخ أنه يوجد الكثير من العمل قبل قمة المناخ المقبلة، وطالب دول العالم بتنفيذ توصيات قمة شرم الشيخ كوب 27. لا زال أمامنا عملا كبيرا نقوم به وصولا إلى قمة المناخ رقم 28 في الإمارات وما بعدها. علينا القيام بالأعمال الطموحة وقياسها بالاستجابة للعلوم ومبادئ المساواة والمسؤولية المتشاركة بموجب اتفاقية باريس. أود أن أشكر زميلي وصديقي دان على الاستضافة والحفاوة والقيادة المتميزة في إجراء هذا الاجتماع الوزاري الذي سيكون له أثر. لقد استفدنا من ذلك في تحضيرات العام الماضي، وأن هذا سيمهد الطريق لمزيد من التعاون والتفاهم في التعامل مع التحديات والأزمات المناخية التي نواجهها. شكرا لكم.